صباح الخير عن جديد. أول مقابلة بأحلى صباح لليوم رح تكون عن كتاب شعر أو ديوان اسمه يتم الورد، اللي هو بيجمع قصائد نثرية فيها عتب كبير عن طفلة صغيرة على أهلها، كمان بيختصر وجع موجود بأغلب البيوت، صرخة وجع طفولة ميتمة بعمر الولد، وهو اختصار للوقت والزمن ونداء استغاثة للأهل تيحبوا أولادهم. ضيفتنا اليوم مريم حلباوي، شاعرة، كاتبة روائية، عضو بالمؤتمر الدولي، منسقة ومديرة العلاقات الدولية، لقبت بغزالة الشعر لأنه فاتت على عالم الكتابة بعمر صغير. لها كتبين، قصائد نثرية يتم الورد والتاني رواية بعنوان إنه من سليمان العظيم. رح نكون بهالمقابلة عم نتعرف أكثر على مريم وعلى الكتب اللي عملتهم. أهلا وسهلا فيك مريم. أهلا وسهلا فيك وميرسي لتلفزيون لبنان على الاستضافة الحلوة، وصباح الخير لك ولكل المشاهدين اللي عم يحضرونا من لبنان وخارج لبنان. ولك كمان أكيد. اليوم عم نحكي عن كتاب نثر، ولكن قبل ما نفوت تفاصيل الكتاب رح نحكي شوي عن تجربتك بالكتابة. لقبت بغزلة الشعر لأنه بلشت بالكتابة بعمر صغير، خبرينا كيف بلشت بهالمجال وليه لقبت بهاللقب؟ أول شيء بلشت تجربتي كان عمري 10 سنين بالمدرسة، بلشوا يكتشفوني المعلمات أنه عندي طريقة كتير قوية عن التعبير بمواضيع الإنشاء، كنت التوب دايماً الأولى باللغة العربية، الأولى بالفرنسية، لغتي كتير كانت قوية. فصاروا المعلمات يتفاجئوا يقولوا أو في حدا عم يكتب لها المواضيع أو إنه هالبنت موهوبة، وصار يزرعوا لي براسي فكرة إنه أنت حتصيري شاعرة وإنه أنت ممكن تصيري روائية. هون أنا ما كنت فهماني شيء، فكرت إنه أي إنسان بيكتب بيقدر يكتب مواضيع حلوة وجمل حلوة. ويلي صار إنه بلشت أكبر شوي شوي، لقيت حالي عمري 13 سنة عم بكتب قصايد. بلشت بكتابة يتم الورد، خلصته عمر 17 سنة وطلعت فيه على التيفي مباشر على الهواء على التلفزيون الأو تي في. حلو، يعني من عمر صغير تهوي الكتابة والشعر بالتحديد، ويمكن هذا الشيء ما عم نشوفه كتير مع الأولاد كمان هلأ بجيلنا هيدا. مريم لما نحكي أنه كمان كنت من عمر صغير بتحب الكتابة، كيف بلشت بالكتابة؟ هل أهلك عرفوك عليها؟ كانوا عم بيشجعوك تقومي بالكتابة ولا كيف تعرفت على الكتابة؟ لا أنا ما حدا عرفني على الكتابة ولا حدا شجعني بالكتابة. أنا خلقت شاعرة، أنا خلقت لقيت حالي عم بكتب. عم أقول لك أنا بعمر صغير بكتب إشياء كتير حلوة، أنا اللي عمل مني شاعرة هو الوجع. هذا كمان اللي بدنا نحكي عنه كمان بالكتاب نثري يتم الورد، اللي صحيح. هو كمان اختصار عن هالموضوع. خبرينا أكثر عن يتم الورد، عن فكرته، كيف بلشت بالشغل عليه. يتم الورد هو تجربة كنت أنا عم عيشها شخصياً، بلشت معي من عمر 13 سنة. لقيت حالي عم بكتب وراء وزدتهم هون وهون، ما كنت عارفة قيمتهم، لبعدين للاحظت أنه أنا عم بكتب شيء كتير مهم. كتاب يتم الورد بيحتوي صرخة وجع، بيحتوي عتب كبير من طفلة فائت لقيت حالها عايشة بالميتم هي ومجموعة أطفال، وبهيدا الميتم لاحظت انه الرعيه اللي عم بيربوهم بالميتم بيلبسوا وجههم كل يوم الصبح بيطلعوه من الثلاجه وبيشلحوا وجههم بيرجعوا بالليل بحطوه بالثلاجه، وبالنهار بيلبسوا ايدين من خشب. وهيك بلشت تربى وتلاحظ انه الرعيه مصابين بمرض الجفاف العاطفي يلي مع الاسف مجتمعنا كثير مبتلي بهيدي النوعيه من الرعيه. فبتبلش تكبر هي وإخواتها على الوجع واليتم والتشرد والتشرزم. بيكبر الميتم فجأة وبيتحول من ميتم لمصح عقلي، بيحتوي على كتير مصابين بالأمراض النفسية والتراكمات المتفشية من الصغر، وبتتحول هيدي الطفلة من شخصية مكسورة ورقة خيف كان عم يلعب فيها الهواء تحت الشتاء لشاعرة وشخصية قوية وحاملة وجع كل الأطفال الصغار الموجودين بالميتم. يعني قديه غير أنه مجرد عم نحكي عن وجع كمان طفلة ويتيمة، عم نشوف كمان معاني يمكن للمجتمع مثل هول الوجوه اللي عم تحكي عنها، ليدان من خشب، وخاصة أنه يمكن بمحل هيدي البنت عم بتفتش على سعادة أو على راحة، صح، وما عم تقدر تلاقيها هي وإخواتها. فكتاب يتم الورد هو صرخة وجع، نداء إنسانية إنه حبوا بعضكم، حنوا على بعضكم، ما بيربى الولد إلا بالحب. هو نداء إنه يا ريت هالراعي يقدم حب،
يا ريت هالراعي يكون لطيف مع رعيته لانه هو المربي الاول، هو يتمل ورد حمله التوعيه للمربي. واختيار العنوان بالتحديد خبرينا عن هذا. يتمت الورد بعمر صغير مش لانه انا يتمت الورد، انا وعيت لقيت الورد يتيم وحاولت كثير اني حاول سكج واني حاول اسقي هيدا الورد فما قدرت. يتم الورد يعني معناته هو عبارة عن الطفل اليتيم في برعم العمر اللي بيربى غريب ومكسور، بنفس الوقت رعيته موجودين على قيد الحياة. يعني الرعاية موجودين ولكن ما في اهتمام لهذا الطفل، الطفل حاسس بالغربة والتشرذم واليتم. حلو كتير. كمان لما نحكي عن كتاب شعر ولكن عم بيخبر قصة، يعني في رواية وفي شعر بذات الوقت، خبرينا عن هذا الرابط كمان بالكتاب. أنا انتقلت من الشعر للرواية بطريقة كتير هينة لأنه أنا وليدة نفس الأم يلي هي اللغة، مثل ما خبرتك من أنا وصغيرة لغتي العربية كتير قوية، طلاقتي بالتعبير، فصاحتي بالتعبير، فقدرت بشكل كتير سريع انتقل من الشعر للرواية لأنه من صغري عندي النفس الروائي والسردي والوصفي موجود. وكمان يعني عم نحكي نحن عن بيئة معينة بيتم الورد عم نحكي عنها، ولكن بشكل عام شو هي هيدي البيئة اللي عم تجربي توصليها للقارئ؟ هيدي البيئة هي أصلا مصابة بمرض الجفاف العاطفي بعدنا عم نحكي، يعني كمان هي هيدي البيئة ضحية. كمان هو الراعي ضحية والراعي ضحية، هن ضحية المجتمع اللي قبلهم، ضحية مجتمع كامل ربع هيدا النوع من التربية. فأنا اللي عم لاحظه أنه نحن هلأ وصلنا لوقت كتير في تفكك أسري، كتير في طلاق بسبب معاناة الفقر. طبعا الشعب اللبناني عم بيعاني من هيدي المعاناة، هلأ نحن بأيام زادت هيدي المعاناة وزاد هيدا التشرذم مع الأسف، يعني ما عاد حدا قادر يعطي حب، صرنا منستصعب نعطي حب أو نحب على بعضنا، القلوب كتير قاسية. مزبوط. ومثل ما ذكرت مريم يعني الرعاية هن عم بيعكسوا اللي كمان تربوا عليه، هن ضحايا، ضحايا بدنا نعذرهم وبدنا نسامحهم. مزبوط. واليتيمة هلأ كمان إذا ما نعطيها عطف أو حنان أو مشاعر رح تكبر وتصير مثل هول الرعاية ورح تنقل نفس الصورة، رح تنصاب بالعدوى بنفس المرض ورح ترجع تربي جيل تاني مفكك ومشرزم يلي هو بالحقيقة صار ونحن عم نشوفه يوميا ببيوتنا. فهذا النداء الاستغاثي انه وعوش وكمان عطوا اهتمام للاولاد. هو السر الموجود المخبى بكل البيوت اللي بنستحي نطلعه. الكاتب لازم يكون جريء، وانا ما بستحي احكي كل اللي عندي، وانا بنصح كل الكتاب يعبروا عن خواطرهم بحريه وجرأة. الكتاب الذي لا يلاقي صدى ونجاحا في المجتمع ولا يهز الوجدان فهو كتاب لا يعول عليه. مزبوط. لازم توصل رساله كمان من حي العمل ثقافي وادبي. كمان مريم عم نحكي عن رواية تانية إنه من سليمان العظيم، خبرينا كمان شوي عن هالرواية. إنه من سليمان العظيم هو نقلة نوعية تابع أحداث مكملة لكتاب يتم الورد. إنه من سليمان العظيم بيحكي عن قصة هيدي الطفلة اللي ربت بالميتم، كبرت حامل التراكمات النفسية، حامل الأمراض المتفشية، الانكسار القوي اللي جواتها وعم تدور على الحب. هي كانت شخصية عاطفية، شخصية كتير متهورة بسبب عاطفتها. حاملة بإيدها وردتين، بالإيد اليمين وبالإيد الشمال، حاملة بكل إيد وردة حمراء ببرعم العمر. هي وعم تتهور وتلحق الحب وتفتش على الحب، تتعرض لحادثة سقوط كتير قوية من الأعلى إلى الأسفل، من القمة للأسفل. هي وعم تتعرض لحادثة السقوط بيفلتوا من إيدها الوردتين، بتاخدهم العاصفة وبيغيبوا عنا، وهون بتصير تصرخ وتختنق لأنه هول الوردتين كانوا هن النفس الوحيد اللي عم تتنفس منه. هي وعم تنزل بالقاع بتصير تشوف أهوال القاع اللي ناطرها، وبتصير تسمع صوت ارتطامها وتقوقعها، بتصير بكعب العتمة وبتصير تصرخ طلعوني من هون، ما حدا بيرد عليها، بتقول لهم على القلوري رجعوا لي الوردتين لاتنفس، كمان ما حدا بيرد عليها، بتقول انا خلصت حياتي لازم انتحر ما بقى في شيء اعمله، بتصير تفكر بالماضي وتتذكر ليش وصلت لهون، بيظهر لها الجلاد بكعب البير بالعتمه وبصير يجلدها. الجلاد طبعا هو ضميرها واسئله الذات، وهون ببلش الصراع الذاتي الداخلي، وهون بتبلش تحاسب نفسها، تشوف مرايا نفسها،
بتصير تحاول تشلح كتير وجوه من وجوهها القديمة، بتبلش تفيق، فبينزل عليها إيحاء من ربنا عبر حلم. هون بتدخل الإيد البيضة لما كل الدنيا بتتخلى وبتكون هي خسرت كل أحبابها وأصحابها وتخلت عنها كل الدنيا، بيدخل صوت من السماء، صوت ربنا، إنه يا مريم، أنا بطلة الرواية، يا مريم قومي، هيدا السقوط اللي أنت فيه هو بداية مستقبلك الكبير، الله شايف وبيعرف معاناتك وبده يعوض عليك. فكرمال هيك بقول يا أيها الملأ، يا كبار القوم والشعراء، إنه ألقي إلي كتاب كريم، وإنه من سليمان العظيم، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أن لا تخافي ولا تحزني بل قري عينا، لتسقطي ولا تهني، هكذا يولد الإنسان، هزي بجزع النخل تساقط عليك جنتان. فجأة الله بيكشف لها الغطاء وبتشوف مين هو سليمان. سليمان هو الأمير الموعود يلي هي رح تتزوجه بعد ما تشتغل على حالها وتتغير. فبيجيها النداء انه نفس الموضوع اللي خلاك تسقطي بالحفرة يلي هو الحب، هو ذاته الموضوع اللي حيطلعك من الحفرة. بس هالمرة هو حب الله، بيقول لها ربنا عبر الحلم الحقيقة، وما حتكوني إلا ربحانة. بتبلش تتحقق أحلامها، وهون بيجيها مجموعة رسائل من سليمان. لما بينكشف لها الغطاء وبتشوف من هي سليمان، بتنصب بالصدمة لقمة جمال هيدا الأمير اللي ناطرها. فبتقول أنا كيف بدي أقدر ارتبط بهيدا الإنسان اللي هو هالقد كتير حلو وهالقد هو كتير طاهر وأنا كتير بعيدة عنه. فبرد عليها سليمان اللي شافته مرة واحدة بحياتها، برد عليها بقلها أنا ما بهمني جمالك ولا عيونك ولا شكلك، أنا بدي منك شغلتين لتكوني كفو وتقدري ترتبطي فيني. أنا بدي منك قلبك النظيف وعقلك الواعي. أنا بدي سيدة واعية ناضجة حكيمة. بتقله كيف أنا ربيت بطريقة كتير صعبة، أنا ما عندي شيء عن الخلفية والثقافة اللي أنت بدك إياها. بقلها أنا رح ساعدك، بزتلها مجموعة رسائل، توصل الرسائل على كعب القاع، بتضلها 4 سنين بالقاع بالعتمة. هون هي قد ما هي جبارة قد ما هي صبورة على الوجع، لأنه قضت حياتها كلها بالوجع وطلعت من الميتم، خريجة الميتم. أنا بقول تخرجت من سجون اليتم والغربة، أمضيت كل أيامي خلف قضبان الصمت. فهون هيدي الرسائل بتولع نار كبيرة جوات النفق، لأنه هي وصلت لمرحلة تأقلمت مع العتمة، وهني ما بدهم إياها تتأقلم مع العتمة، بدهم إياها تطلع لبرا. هيدي الرسائل بتعمل انفجار كبير، بتولع نار، هيدي النار بتفتح أفق من النفق وبتطلع لبرا، بتلاقي في ضيعة عالية كتير مغطاية بالضباب، ضيعة مليانة ختيارية، ما في ولا صبية. بتطلع مجردة من كل حقوقها، من كل وراقة، ما معها هوية، ما معها وراق، ما معها شهادات، ما معها تياب، بس بتيابها العليا، ما معها مصاري، من السفر حافية. فبتصير تدق على البيوت وبتقلهم دخيلكم، قاووني، طعموني، ساعدوني، قووني. فبيتفقوا الختيارية، بيقرروا يستقبلوها كلهم بشرط انه بدها تخدمهم كلهم. فهون هي بتبلش تتحول من الإنسانة اللي كانت قليلة مروة، ما بتحب تشتغل، بتحب من يخدمها، بتتحول لإنسانة خدومة معطاءة. ببلش يقسى عودها، هون بيكون ربنا بلش ينضف قلبها كمان، طبعا ببلش ينضف قلبها. هون ربنا بيكون عم بينحتى نحت، هي طبعا قلبها من أول تنظيف وبريء وطاهر، بس هي بفعل العواصف والشوائب والظلم اللي تعرضت له بالميتم، فهي صار في سوداوية على قلبها وحقدت على بعض الناس. فبيطلب منها سليمان انه تشوف بكل بيت، ترك لها رسالة بكل بيت رح تشوف احد وجوها، احد وجه من وجوها، او السيئة او المنيحة. بتبلش تحول من انسانة ضعيفة هزيلة لانسانة مثالية، بتبلش تشوف جمال بر الوالدين، جمال التسامح اللي كانت فقدتهم كمان بالحياة، جمال مزبوط، جمال انها تكون انسانة معطاءة، جمال الصبر، جمال السكينة. وبتلتقي بورداتها، بتلاقيهم كبروا وناطرين على مفرق، وبتبلش تحقق كل احلامها. يعني عن جد شو حلوة هيدي كمان هيك العبرة اللي بناخدها من هيك رواية، لأنه كل شخص بيقدر ياخدها بطريقة معينة. ولكن كنا عنا ورود بحياتنا يمكن ما منقدرهم لنخسرهم، ومنرجع بس نخسرهم منحس إنه نحن عايشين بظلمة
وما بنعرف شو بدنا نعمل، ولكن لازم نرجع لنفسنا، لازم كمان نحب حالنا. مزبوط. قبل ما نبلش نتقدم. مزبوط. ونوثق بنفسنا. مزبوط. شو حلو كمان مريم هلا اكيد عطينا يعني فكره هيك عامه عن الروايتين، وبعتقد كثير عالم لاقوا اشياء بتعنيهم، ولكن شو بيقدموا هول الكتب ان كان للقارئ وان كان كمان للثقافه بشكل عام؟ كتابي يطمي الورد وإنه من سليمان العظيم رح يقدموا إضافة نجاح للمكتبة العربية، جمالية أكثر، رح يقدموا حملة توعية، رح يهزوا الوجدان. الحمد لله كتاب يطمي الورد لقى كتير رواج وصدى من 10 سنين لليوم بعدنا عم نحكي فيه، طلعت فيه بكذا مقابلة. ورواية إنه من سليمان قدمت منها نص واحد دولي، حصل على جائزة دولية على صعيد 17 دولة عربية و5 دول إسلامية. فهن كتب نجاح وحملة توعية. يعني كمان بيسلوا الشخص ولكن بيضووا على قضايا. مظبوط. بيهزوا الإنسان وبيغيروا حملة تغيير للمجتمع بشكل عام. مريم شاركت بالعديد من المؤتمرات، ولكن في مؤتمر دولي زرتي بصفة مديرة العلاقات العامة، ولكن تحولت كمان لمديرة العلاقات الدولية. صح. خبرينا كيف صارت هيدي الشفت كمان. أوكي. وخبرينا عن تجربتك بالمؤتمرات بشكل عام. أول شيء تم دعوتي لمؤتمر دولي عالمي برعاية حفيدة أمير الكويت الشيخة أنيسة سالم الحمود الصباح. مؤتمر بيحتوي 17 دولة عربية و5 دول إسلامية. أول مرة شاركت فيه بيتم الورد كنت عضو، كنت عضو خجول قدام الكاميرا، وكنت خايفة نوعا ما أنه أفشل. فالحمد لله لقيت نجاح كبير. السنة اللي وراها لجنة التحكيم اجتمعت، وقع الاختيار علي أنه أنا أكون مسؤولة التنسيق الدولي من لبنان ومديرة العلاقات الدولية، يلي هو صفتي بتخولني أني رشح أبطال من الدول العربية، أبطال الشاشات. فأنا قدمت ضيوف كتير مهمين لبستان قلم، ونسبة حطوني عضو لمديرة نسبة لإطلالتي الإعلامية، لصوتي الإذاعي، لجرأتي على الكاميرا، لنجاح المحتوى اللي عم أقدمه، ولشغفي وحبي للعمل وحبي لأصدقائي وإني ضوي عليهم. وهول كلهم يعني بيجمعوا كمان للشخص يكون مدير ويقدر كمان يكون عم بيمثل. صح. جهة معينة. مريم وصلت أنا لبنان أكيد ورفعت راس لبنان، وهذا الشيء اللي بالنهاية كل العالم عم تشتغل عليه، لأنه نجاح شخص لبناني بينجح البلد ككل، يعني مزبوط. كلنا بنكون عم ننجح. مريم مبروك الكتابين كمان. الله يبارك. وإن شاء الله يكونوا كل الأشخاص هيك أخذوا فكرة لو صغيرة كمان عن شو معقول يكونوا ناطرهم بهالكتب، وبدأ كل الأشخاص اللي بتحب الشعر واللي ما بتحب الشعر كمان تقرأ، لأنه في عنا توعية من مطرح ما. مزبوط. بدي أشكرك كتير الشاعرة مريم حلباوي على وجودك معنا، وكمان على كل المعلومات اللي عطيتينا إياها، وإن شاء الله بمقابلات لاحقة مع أعمال جديدة كمان إذا الله راد. أنا بتشكركم كتير. بدي وجه تحية لبناتي لارا ولمار، لابد من أني وجه لهم تحية عم يحضروني، وميرسي كتير لكم على الاستضافة الكريمة. ولو أهلا وسهلا، ونحن كمان بنوجه لهم تحية كتير كبيرة للبنات. صبحيتنا بالتابية، ولكن بعد فاصل قصير.